المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم في هذا الانطلاق وعلى أرضية هذا الميدان. الصدارة والمقدمة والمركز الأول حشيمة لسالم بن سعيد مكاسب لمسافري من أتت على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تأتي فريدة عمير بن الصغير بن قنون بن يرادة لقتبي، وهنا سحابة أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي المنطلقة على المركز الثالث، وفي المركز الرابع تأتي الظبي أحمد بن هزيم بن محمد لمسافري، والوصول من مراسيل احمد بن محمد بن كراز المهيري من يصل مع مراسيل بومنصور في هذا الانطلاق المميز الجميل ومشاركه فعاله في هذا الصباح، بينما المركز السادس الوصول هنا ايضا من قبل مزنه عبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه الهاجري من ينطلق بهذا الاداء الجميل، والمركز السابع الحان حمد بن محمد بن الشيل بن عويضان العامري، وفي المركز الثامن المايدية مانع بن يمعى لغويص السويدي من ينطلق مع المايدية على المركز هنا السابع، وفي المركز الثامن الواصلة ناصر بن راشد بن سعيد اليابري مع الواصلة في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة، وفي المركز التاسع ثمينة محمد بن سالم بن محمد بن جهويل المري، والمركز العاشر صفوة محمد بن عبيد بن راشد بن صندل المهيري من يصل بهذا الانطلاق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا التحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى حشمة على الصدارة، حشمة في مركز الحشمة في هذا الانطلاق المميز الجميل. السالم بن سعيد بن كاسب المسافري من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني فريدة تأتي على المركز الثاني عمير بن الصغير بن قنون بن يرادة لقتبي، وصلت مراسيل ولديها مراسيل قوية للتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. أحمد بن محمد بن كراز المهيري يقدمها لنا بهذا الأداء الجميل والتحدي. المركز الرابع تأتي سحابة أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي، وهناك أيضا الظبي أحمد بن هزيم بن محمد المسافري، والوصول من مزنة عبد الله بن عبد الهادي بن نايفة من تصل، ووصلت هنا المايدية مانع بن يمعى بن خميس القويص السويدي في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. هنا الوصول كذلك من الحان حمد بن محمد بن السيل بن عويضان العامري من يقدم لنا الحان على المركز الثامن، وفي المركز التاسع ثمينة محمد بن سالم بن محمد بن جهويل، والمركز العاشر والقدوم على المركز العاشر في هذه اللحظات. هنا تأتينا انتظام خالد بن أحمد بالكيلة العامري مع انتظام في هذا الانطلاق المميز الجميل. أعود إلى حشيمة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلالة حشيم وإنتاج الروية على الصدارة على المقدمة، تفتتح الكيلو متر الأخير هنا بهذا الأداء المميز الجميل. حشيمة بانطلاقتها الجميلة، سالم بن سعيد بن كاسب المسافر من ينطلق مع حشيمة في هذا الأداء المميز الجميل وتحدياتها
المتميزة وتعودنا على انطلاقاتها وعلى أدائها المميز الجميل. هي تهدونا على الصدارة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، تبغي تهدي السلام لأهالي رأس الخيمة هناك وفي هذا الأداء المميز، ومنطقة المقورة هناك بهذا الأداء الجميل وراسهم زعفر ما شاء الله. ها هي تشاهدونها على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الأداء المميز الجميل. ها هي تشاهدونها على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، حلت وصيفا في مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على السيارة، وها هي اليوم أيضا تنتزع هذا الشوط على أرضية هذا الميدان بهذا الأداء المميز الجميل وبدون أوامر. تذكر تهانينا، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل لسالم بن سعيد بن تاسب المسافري، والسلام لأهالي المقورة راس الخيمة ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني هنا في هذا الأداء الجميل. ننتظر هنا أيضا انتظام خالد بن أحمد بالخيلة العامري، وهناك فريدة لعمير بن صغير بن قنون، وتأتينا هناك سحابة أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي والمايدية مانع بن يمعة بن قميص خويص السويدي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ونعود إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق المميز الجميل ولحظة وصول حشمة إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس قاطع المسافة في 7 دقائق 42 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية بدون أي أوامر. تذكر تهانينا والناموس سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما المركز الثاني أتت انتظام خالد بن أحمد بن كيلة العامري من أتتنا هنا على المركز الثاني قاطع المسافة في 7 دقائق 51 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب فريدة لعمير بن الصغير بن قنون بن يرادة الاكتبي ب 7 دقائق 52 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. توقيت زمني، تهانينا والناموس للجميع.